بسم الله الرحمن الرحيم، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. في بداية التحضير للحلقة دي كان هدفي الأساسي إن أنا أعرض وجهة نظر الأزواج في وجود مساحة شخصية ليهم هم. ولما خدت آراء الناس كتير وعملت استفتاء على الصفحات على الفيسبوك والإنستجرام، سمعت حاجات كتير من الزوجات. اتقلبت الآية وبقيت أنا دلوقتي بمثل نون النسوة. الحوار النهاردة، الموضوع الحلقة النهاردة على المساحة الشخصية بين الزوجين، وهل هي مقبولة ولا مرفوضة. أحب الأول في بداية الحلقة أرحب بضيوفي، أستاذ أحمد صالح، أهلا وسهلا. أستاذ محمد يحيى، أهلا وسهلا. قبل ما نبدأ كلامنا، بس عشان الناس تبقى فاهمة معانا، تعريف المساحة الشخصية هي مجال أحب أعمل فيه المهام الخاصة بيا، سواء الهواية، سواء التواصل مع الناس، سواء أي نشاط، بحيث إن هو يلبي احتياجاتي الشخصية. أحب أبدأ مع أستاذ محمد باعتبار إن هو حديث الجواز، وأحب أعرف موضوع المساحة الشخصية، هل كان شيء متفق عليه قبل الجواز مع زوجتك ولا لأ؟ في الأول بسم الله الرحمن الرحيم، ومبسوط جدا بالبرنامج بتاع حضرتك، وألف مبروك. الله يبارك فيك. ثانيا، إحنا فعلا كان قبل الجواز طبعا بقى في مرحلة اسمها التفاوض. التفاوض دي اللي انا بقول لها العادات بتاعتي والحاجات اللي انا بحبها، وهي بتقول الحاجات اللي هي بتحبها، وبنحاول ان احنا الاثنين نوصل لمرحله ان احنا نتقبل ده احنا الاثنين. بمعنى مثلا انا بخرج مع اصحابي كل اسبوع بناكل اكله او حاجه او كده، فمثلا هي ممكن تقول لي لا اربعه كتير في الشهر، طب خليهم اتنين. انا مثلا متعود ان انا في الصيف بسافر كتير، فتقول لي مثلا بدل ما بتسافر كتير طب خليهم النص. فبنلاقي ان احنا الاثنين بنتلاقى في الحاجات اللي هي الايه، في حدود قد ايه؟ يعني اقدر اقول ان المساحه الشخصيه اللي سواء انت سمحت بيها او اللي زوجتك وافقت عليها، في حدود قد ايه من العلاقه ما بينكم؟ يعني ممكن يكون في حدود 10%. و90% الباقيه؟ ال 90% يعني احنا بنتشاركها مع بعضينا في الحاجات اللي احنا بنحبها. ال 10% ممكن انا اكون بحب اتفرج على كوره وهي بتحب تتفرج على مسلسل، مش هجبرها ان هي غصب عنها تيجي تتفرج معايا على كوره، ومش هتجبرني ان انا اتفرج على مسلسل. ممكن يبقى احنا بنحب حاجه مع بعضينا نتشارك فيها، لكن سايبين لبعضنا 10% ان ممكن ان انت تبقى اللي حاجه بتسعدك، انت حاجه بتسعدني، مش لازم عشان بتسعدني اخليها تبقى انت معايا غصب عني. بالظبط، يعني 90% دول انتوا اقريتوا او اتفقتوا ان في هوايات برضو هتشاركوا فيها انتوا الاثنين مع بعض. طبعا، هو ده التوافق. ما هو احنا اتجوزنا ام لقينا توافق، ففي حاجه اسمها توافق وفي حاجه اسمها التكيف. ال 10% دول هم التكيف، ان احنا لقينا ان احنا ما شاء الله في حاجات مشتركه كتيره، ان احنا نكون مع بعضينا، بس في حاجات مش هنبقى احنا بناخد كلنا على بعضينا. فالحاجات الباكج، فالحاجات دي احنا ممكن نتكيف معاها، ممكن على فكره نحبها. يعني هي ما كانتش تعرف حاجه عن الكوره، بعد ما اتجوزنا بدات تحب ان هي تعرف في الماتشات واسامي اللعيبه عشان تشاركني الحاجه دي، فبقينا بنفرح مع بعضينا وبنزعل مع بعض. انا ممكن ما احبش اخش السينما، بقيت احب اخش السينما اشوف العالم اللي هي بتحبه ده ايه. فبدانا بعد الجواز ان احنا نحب الحاجات اللي زي بعضينا بمرحلة التكيف. وده اللي بيخليني اقول لك يا محمد ان طبعا كل واحد فيكم بيبقى جاي من بيئة مختلفة، بيبقى جاي من ثقافة مختلفة، بيبقى اتعود على حاجات معينة، فكان في نوع من انواع التضحية مثلا. طبعا طبعا، ما هو في يعني هو في الاساس المفروض يبقى في توافق، بعد كده بيكون في تضحية، لكن العلاقة لو من اولها تضحية هي مش هتكون ناجحة اصلا. بالظبط. فهو في طبعا يعني في ثقافات مختلفة، وان انا طالع من يعني بيئة مختلفة عن بيئتها او، لكن في الاخر احنا الاثنين بيجمعنا يعني ثوابت يعني صح او تربية كويسة، اللي هي التربية السوية اللي في اي بيت مصري سوي. طب لو فرضا مثلا هي كانت اعترضت على حاجه معينه، يعني في بدايه اللي هو انتوا قاعدين بتتفقوا بتقول انا ليا مساحه شخصيه خاصه بيا انا، لو هي اعترضت، لو هي قالت لك لا مثلا مش هينفع ان انت تخرج مع اصحابك مثلا، ما او بلاش اربع مرات في الشهر مثلا. ما هو ايوه، ما هو بلاش اربع مرات في الشهر، يبقى ده هي مرحله التفاوض. طب ينفع اتنين؟ طب نخليها مره؟ طب ما اصل انا لازم اخرج برضه مع اصحابي عشان انت تخرجي مع اصحابك ونتبسط وي، لكن ما ينفعش ان انت تخرج خالص، يبقى احنا كده بقى ايه، في نوع من انواع التوافق يبقى او الاتفاق من البدايه، وهي والذكاء كمان. ما هو انا لما بكون ذكي بخلي مراتي تعمل اللي هي عايزاه برضاها. هو خلينا الذكاء ده ليه قصه كبيره قوي، خلينا نتكلم عليها ان شاء الله في يعني دلوقتي باذن الله. استاذ احمد، حضرتك متجوز بقالك فتره ما شاء الله ولا قوه الا بالله، عايز اعرف موضوع الاتفاق على المساحه الشخصيه دون. بص، هو طبعا يعني بالنسبه للشباب الجيل الجديد هو ظهر عندهم المصطلح دون حديثا، انما احنا مثلا اللي متجوزين بقالنا فتره كان الموضوع متعارف عليه غير كده.
ايه اللي بتمثل المساحه الشخصيه دلوقتي مثلا بعد العمر اللي حضرتك مثلا الفتره الزمنيه اللي انت متجوز فيها يعني بيمثل بالنسبه لك ايه؟ المساحه الشخصيه هي هي اتكونت مع سنين الارتباط ما بيني وما بين زوجتي. ممكن محمد بيقول احنا قعدنا اتفقنا تفاوضنا، لا هي بدات معانا لان زي ما حضرتك بتقولي هي مش كان حاجه حديثه، احنا بدايتنا ما كانش كده بالزبط. احنا حبينا بعض، مع العشره بتبتدي تفهمي الانسانه اللي متجوزاها وبتتكون بقى الحاجات دي اوتوماتيك لوحدها، اللي هو هي بتحترم مساحتي الشخصيه انا بحترم مساحتها الشخصيه. هل كان وده فيها اعتراض في الاول مثلا؟ هو ما حصلش، لا هي ما بيجيش برضه مش مساله اعتراض يعني، ما حصلش كلاش وان انا لا تسيبيني انا هخرج لوحدي، لا هي من البدايه احنا الاثنين مرتبطين ببعض وفي اتفاق انا خارج مع اصحابي خلاص، هي في ثقه في حب في احترام، فمش ما حصلش ما بيننا الكلاش ده، لان زي ما حضرتك يعني احنا فعلا قدام شويه يعني 18 سنه جواز. احنا كانت الاوضاع عندنا مختلفه عن الجيل الجديد. احنا من البدايه كان يهمني ان انا ارتبطت بالانسانه اللي بحبها ومفيش حته الانفتاح اللي موجود دلوقتي. بالظبط. خليني اسالك، ما كانش مثلا في موبايل مثلا بالظبط كده، اللي هو عشان ابقى انا واخد جنب ومعايا الموبايل وقاعد عليه زي ما بيقعدوا دلوقتي. صح. نص الوقت ولا كل الوقت. صح. طب عايز اسالك سؤال، حضرتك قلت دلوقتي في كلامك كان في حب وكان في ارتباط، هل معنى كده ان المساحه اللي الراجل بيحتاجها او اللي الست بتحتاجها بيتنافى مع الحب؟ عشان في ناس تقول لك لا، لو هو بيحبني هيقعد معايا، لو هو بيحبني هيبقى الوقت كله خارج معايا داخل معايا. الكلام ده المساحه الشخصيه دي جزء من الصحه النفسيه للانسان يعني كلنا محتاجين ان احنا نختلي بنفسنا شويه، مش معنى ان انا حبيت اختلي او اشرب فنجان قهوه لوحدي او اسمع موسيقى لوحدي على جنب يبقى انا ما بحبهاش، او لا 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 بالعكس خالص. وهي لو بتحبني هي هتديني المساحه دي بالظبط، ما يعني ما لا 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 تتعارض معاها ابدا. طب خليني اسالك سؤال يا محمد، هل المساحه الشخصيه اللي انت تديها لزوجتك او اللي زوجتك بتديها لك ليها علاقه بالثقه؟ طبعا ليها علاقه بالثقه جدا جدا، بس يعني ليها علاقه بالثقه بس بيكون معاها برضو انا حابب الاطمئنان، بمعنى هي مثلا بتقول لي انا نازله مع اصحابي، بس بلاها العربيه وبتنزل مع اصحابها وزي الفل، بس لو انا مثلا قلت لها رايحه فين معنى كده ان هو ما بثقش فيها؟ لا بثق فيها جدا، بس مثلا لا قدر الله ابقى عارف ان هي مثلا لو موبايلها فصل او مثلا حصل لها مشكله. طب لو العكس يا محمد، يعني لو هي انت خارج انت رايح فين وهترجع الساعه كام؟ طيب هرد على حضرتك، انت بتقولي لو العكس، طب لو انا حصل لي مشكله هل هي كبنت هتعرف تيجي تحلها لي لو مثلا حصل؟ يعني احنا دايما عارفين ان الراجل هو الضلع بتاع الست، بس هو بيبقى نوع من انواع الاطمئنان يعني هو مش بيبقى تحري قد ما هو نوع من انواع الاطمئنان، انا مطمنه ان انا عارفه مثلا ان جوزي في المكان الفلاني. تمام. بصي دي ما ينفعش نخليها قاعده عامه، دي بتفرق من الشخص للشخص، يعني انا ببقى عارف ان مراتي السؤال من وراها ده اطمئنان، فببقى انا مش متضايق من ده، لكن ممكن واحد تاني يبقى حاسس ان مراته بتساله عايزه تعرف ايه؟ هو فين؟ لدرجه ان في ناس تيجي مثلا تتصل بيك ما تردش تقوم متصله باصحابك تقول له انت مع محمد؟ طب انتوا فين؟ هو النوع اللي هي المتابعه اللي الله ينور عليك، هنقول عليها مساحه مترقبه. الله ينور عليك. فهي بتبقى شايفه ده انا بطمن عليه، لا انت مش بتطمني عليا، انت بتتطفلي عليا، لان مهما كنت بتطمني عليا اتصلت بيا استني شويه انا ممكن اكون مشغول او كنسلت عليكي. يعني دي في بعض النساء دي مش هنقدر ننكرها. أيوة ابدا. لا بس هم بياخدوها ورا غطاء الاطمئنان. فاحنا بنقول مصطلحات بنستخبى من وراها عشان نعرف نعمل الغايات اللي احنا عايزينها. هي بص، هو احنا مش عشان انا هنا بدافع عن نون النسوه، هو احنا مش هنعتبرها كده، هو احنا هنعتبرها نوع من انواع الاطمئنان في الحدود المعقوله. انا من حقي ان انا اعرف مثلا انت فين كنوع من انواع الاطمئنان، عشان لو لا قدر الله حصل اي حاجه ابقى عارفه اوصل لك، ابقى عارفه يبقى في نوع من انواع التواصل يعني. طيب ارجع لاستاذ احمد، جوده الوقت، انت دلوقتي في كلامك اكدت ان من الحاجات الصحيه، وفعلا علماء الاجتماع اكدوا على كده، اكدوا ان من الحاجات الصحيه للانسان ان هو يفصل نفسه شويه كده عن المحيطين بيه، حتى عشان يبقى فيه نوع من انواع وجود احاديث جديده، وجود حاجات حتى نتكلم فيها، تعمل ريفريش لنفسك. بالظبط كده. اتكلم بقى على جوده الوقت، انت خرجت مع اصحابك او كان يومك مثلا صعب قوي النهارده في الشغل ورجعت بقى،
الوقت اللي انت بتقضيه مع اهلك واسرتك، خصوصا ان حضرتك ما شاء الله ولا قوه الا بالله عندك اولاد، مفهومه ايه عند حضرتك؟ انا بالنسبه لي جوده الوقت دي مرتبطه بالكيف مش بالكم. بالظبط. يعني انا ممكن ابقى متواجد 24 ساعه في البيت، في البيت واسمي صح. جنبهم صح، لكن ما بتكلمش، ما منعزل عن نفسي. هنا النساء اطلقوا مصطلح الخرس الزوجي على الحته دي. بالظبط، الخرس الزوجي. لا مش هقول لحضرتك، هي بتبقى برضو متفق عليها، اللي هو يلا علشان نقعد مع بعض علشان نقعد نتكلم. هي ما بيجيش كده، بس في الوقت الحالي الناس الجديده، انا كان زي والدي ما تربيت ان احنا على الاقل نفطر مع بعض، نبقى على سفره واحده، يبقى في حاجه بتجمعنا، حاجه بتجمعنا، نتغدى مع بعض. هل انت محافظ على النقطه دي في ظل انا يعني بالنسبه لشغل حضرتك، انا عارفه ان شغلك احيانا بيتطلب منك وجودك بره البيت فتره طويله، يعني بقدر الامكان، بقدر الامكان. ولو الواحد بره بيحاول بقدر الامكان على الاقل ارفع سماعه التليفون، اطمن عليهم، نضحك مع بعض. الكلام ده جدا جدا، لاني ما هتنعزلي، هما كمان هينعزلوا عنك. دي حقيقة. وهتفوجئي ان ابنك وبنتك وزوجتك في حاجات في حياتهم انت ما تعرفهاش. صح. طيب فالكيف وليس الكم. هل بص، احنا دايما بيشتكى مننا في حته ان احنا لما بنبقى قاعدين بنقعد نتكلم بقى جارتي عملت كذا وانا ابني عمل كذا، يعني الوقت اللي انا بقضيه معاك ده بيبقى مليء بالمشاكل. انا شايفاها من وجهه نظري انا كزوجه، ان المشاكل دي بتمثل ان انا مضغوطه طول النهار وعايزه افضفض معاك. انت بتتقبل الموضوع ده ازاي؟ والله انا زوجتي الحمد لله عندها حته، انا جاي من الشغل ممكن يكون في كارثه حاصله، لكن في وقت معين هنتكلم فيها. ما ينفعش مثلا انت بتفتح الباب هتلاقي حد يروح قايل لك حاجه، ما لا، هناكل الاول مع بعض، نبدا نسمع، هنتكلم ونضحك وبتاع، وممكن تبقى هي جواها وفي وقت معين هي بتختاره حسب ما هي حافظاني وعارفاني وعارفه ايه اللي تقوله او اللي ما تقولوش، امتى ومش امتى، فبالتالي بتروح قايله. وده برضو ناتج من الفتره اللي احنا قضيناها مع بعض. عارفه لا ابني مثلا لا ما تكلمش بابا دلوقتي، او بنتي لا خلي بالك، خلي بالي كذا. ما اختيار الوقت، اختيار نرجع. الوقت. يبقى النقطه دي هرجع بيها تاني لمحمد، حته ذكاء الانثى. لما اتكلمت معاك يا محمد قبل الحلقه، فكنت سالتك بقول لك لو انت عندك مشكله، احنا دايما بنلاحظ ان الرجاله لما بيبقى عندهم مشكله بيدخلوا جوه صندوق، بتنعزل تماما، ما بترضاش تحكي المشكله لاي حد خالص، وتنعزل مع نفسك. عايز اعرف ليه، يعني من وجهه نظرك انت كراجل، ليه الرجاله بي 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 يعني بيعملوا كده؟ هقول لحضرتك ليه. هو الفكره، اولا مش كل الرجاله بيعملوا كده، بس الرجاله اللي بتعمل كده او انا منهم، انا بعمل كده ليه؟ انا عندي مشكله في الشغل، انا عارف ان المشكله دي مثلا مساله وقت، يعني انا عندي مشكله النهارده وان شاء الله بكره الصبح هشوفها هتتحل ولا لا. طيب انا هستاذنك بس، معلش هقطعك بس في حته معينه، هي حته ان الانسان لما بيدخل جوه الصندوق بتاعه بينعزل. طيب نستقبل اتصال ونكمل حواري معاك يا محمد. اتفضل، مين معايا؟ الو، مساء الخير. مساء النور. اتفضل، مين معايا؟ الو، مين معايا؟ استاذنك معلش تفصل صوت التلفزيون. اهلا وسهلا يا فندم، مين معايا؟ تامر يا فندم. اهلا وسهلا استاذ تامر. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا يا فندم، مين معايا؟ استاذنك يا تامر توطي التلفزيون بعد اذنك. اتفضل. كنت عايز اسال الدكتور بس سؤال. اتفضل. كنت بقول بالنسبه لاعطاء الثقه للاخت او للمراه عموما. كنت عايز اسال رايه ايه في كيفيه التعامل السيده هي لوحدها، وهي لوحدها يعني لو مثلا اديت لاختي العربيه، لو اديت لحد من قرايبي عربيه وخرجت لوحدي. يعني انت هنا بتتكلم يا تامر على موضوع الثقه، ان انا يعني ان انا لو اديت لزوجتي مساحه من الثقه هيكون ايه الوضع يعني؟ إيه
انا لا انا مش قصدي كده، انا قصدي كسيت تعامل مع الرجل اللي هو غير متزن، يعني رجل غير unreasonable او العكس، او ست unreasonable، يعني ما ممكن اديها العربيه، فاهم حضرتك، هو اديها الثقه وتنزل براحتها، بس هي بتضطر اللي هي في موقف معين اللي هي ما تقولش الحقيقه. انا معاك في، يعني انا عرفت لقطت منك الموضوع، هو موضوع الثقه. اعتقد احنا كنا بنتكلم مع بعض يا محمد على موضوع الثقه من شويه، وده اللي هو كان اساسه. متشكره جدا يا استاذ تامر على الاتصال، واستاذ محمد هيرد عليك على حته الثقه في التعامل، بدايه الثقه، ودي انت اكدت ان هي بتبقى موجوده في البدايه من قبل الارتباط. طبعا هو كده، ما هو انا بختار انسان اكمل معاها حياتي، فاكيد 100% انا عارف ان بثق في الانسانه دي بكل جوارحي. لو حصل ولاي سبب من الاسباب الثقه دي فقدت، ما انا كنت سواء من احد الطرفين، انا كنت اقول لحضرتك ان انا عندي ثقه الى ان يثبت العكس. تعمل مع الموضوع ازاي؟ والله بصي، يعني ما انا في الاول يعني بصي برضو انا بحب جدا في الجواز لغه الحوار. انا حاجه اكلم الانسان وحاجه اقول لها، طب انا طبعا عارف شخصيته، فحاجه اقول لها طب احنا كنا ماسك في بعضينا. يعني على فكره هقول لحضرتك حاجه، هو مش لازم الثقه ان هي تبقى خيانه، هو الثقه مثلا هقول لحضرتك حاجه، مثلا انا قايل لها انا مثلا خايف ان ما تطلبيش دليفري او ما تطلبيش حاجه من السوبر ماركت غير اما ناجي، عشان مثلا ما حدش يفتح عليك او يضايقك او يعمل حاجه. فهي ممكن تكون جابت حاجه من السوبر ماركت وما قالتليش، فدي قله ثقه ولا مش قله ثقه؟ بس مش موضوع كبير برضو، هي مش موضوع كبير، يعني مش هنسيب بعضينا عشان ضربت السوبر ماركت بالزبط. بس هي الفكره، طب هنا طب ما كنت تحاولي معايا ان انت تقولي طب ما اصل انا محتاجه حاجه. هي في حاجات يا محمد بتعتبر ان هي يعني هي تواجدها في البيت يسمح لها ان هي مثلا تاخد القرار في الحاجات دي، ولا ايه يا استاذ احمد؟ يعني وجود المراه في البيت او وجود الزوجه في البيت واعتيادها على الحاجات اليوميه اللي هي بتعملها، هل لازم ان حضرتك تبقى متدخل مثلا وعارف كل اكشن هي بتعمله ايه، او تخبرك بكل اكشن هي بتعمله؟ ما هو ده ناتج من تراكم الثقه ما بينكم. يعني انت بتجربيها في موقف اتنين، مش بتجربيها انت قصدك تجربيها، لا المواقف الحياتيه يعني اليوميه مع السنين الوقت. مع الوقت خلاص، فبتبقى عارفه ان السنه دي هتقدر، لا هي هتتصرف. احيانا ممكن ادي لها تاسك معينه، كلمي لي مطلق الحريه، خلصي لي الورقه الفلانيه، اعملي لي كذا، عشان اعرف ان هي هتقدر تتصرف وحسن ادائها. يعني خلاص، يعني بالزبط. انت وثقت مع مرور الوقت، ده اللي انا قصدي عليه يا محمد، بالزبط. ان مع مرور الوقت الزوج بيشوف من تصرفات زوجته، فبيديها مساحه من الحريه. معانا اميره. استاذه اميره عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا يا اميره. انا بس كنت عايزه اقول حاجه، انا متجوزه بقالي حوالي سنه ونص. ربنا يوفقك. ربنا يخليك. ايه بس انا بقى عندي في ما اعرفش هي ميزه او عيب. انا من النوع اللي هو الحاجه اللي بتحصل معايا، يعني جوزي بيبقى طول النهار مثلا بره، اما يجي بالليل انا فيها طبع الحاجه لو عملتها، اما يجي اقعد احكي له اقول له انا عملت كذا، حتى وفي حاجات ممكن اكون عاملاها وهو هيزعل، بس برضو بقول له اللي هو الطبع اللي انا اقعد احكي له على كل حاجه. فانا بحس ان هو ما فيش حاجه بين الراجل والست بتاعته اللي هي اسمها خصوصيه مثلا او كده، يعني المفروض ان هما اتنين صريحين مع بعض في كل شيء. طب يا اميره انت هو صحيح هو ممكن يكون الراجل من ناحيته شويه ببقى كتوم شويه او ما بتكلمش، ده عشان طبيعه الراجل والست. بس هو دايما المفروض ان يبقى الراجل والست ما فيش بينهم حاجه اسمها خصوصيه، يعني هو المفروض جوزي بيدخل من بره مش شك ولا حاجه، بس لو دخل لو رن عليا مثلا لاني انتظار، اما يجي يقول لي كنت بتكلمي مين، اقول له كنت بكلم ماما مثلا، كنت بتتكلموا في ايه، بقول له في كذا، هو مش بيتدخل، بس هو عايز يعرف زي ما انا عودته خلاص ان انا بحكي له عن تفاصيل اليوم بتاعي كله. انا فهمت وجهه نظرك يا اميره، شكرا يا اميره على اتصالك. انا فهمت وجهه نظرها، نفس الكلمه اللي احنا كنا بنتكلم فيها، حته ان الست بتيجي بتبقى عايزه لما جوزها بيرجع بيبقى حابه ان هي تقول كل اللي عندها، لان هي طبعا قاعده لوحدها، فبتحاول ان هي تطلع كل اللي مر بيه. الراجل ان هو يسمع بالظبط، ما ينفعش ان انا هصد، لان بالزبط. انا لو صديت مره واتنين هي مش هتبتدي تتكلم، دي حقيقه. طب ارجع لك بقى في حته ذكاء الانثى، واحنا يعني كنت خدت منك الكلام ان احنا لو انت عندك مشكله بتتقوقع جوه الصندوق بتاعك وما بتبقاش حابب اي نوع من انواع الضغط، مالك في ايه اللي حصل،
بتتصرف ازاي يا محمد؟ ما انا هسأل حضرتك سؤال، هي بتقول لي مالك فيك ايه؟ عشان عايز تطمن عليا ولا عندها فضول؟ اطمئنان طبعا. طيب طب ما الاطمئنان، طب انا مثلا جاي متضايق، ما كل واحده من ضمن الذكاء ان هي تبقى عارفه مفاتيح زوجها. انا مثلا جاي متضايق، مش لازم لو انا قلت له مالك هيتحل؟ مش هيتحل. طب ما انا ممكن اخرجه بره المود بتاع الزعل ده، وده بيختلف من راجل لراجل. ممكن يعني هو مش سطحيه، بس ممكن راجل يكون اكله بتخليه ينسى الدنيا كلها. طب ما انا لو ده بيعتمد على ذكائها، ان هي تعرف يعني اول حاجه تبعد عن ان هي الضغط والسؤال ومالك وكده، وتبدا تشوف ايه الحاجات اللي محمد بيحبها وتحاول ان هي تعملها عشان تخرجه من المود. ممكن كوبايه قهوه تخليه يخرج المود، ممكن يسمع حاجه، ممكن يتفرج على حاجه، في حاجات بتخرجه. مش لازم تقولي له مالك ويحكي لك. لو انت فعلا غرضك الاطمئنان، حاولي ان انت تخرجيه بره المود ده، مش ان انت تعرفي ماله. طيب ارجع لك بقى في السؤال المهم، هل مع مرور الوقت الحته دي بتكون موجوده؟ يعني انت خلاص، هل انت دلوقتي بتحكي بقى لمراتك بتقول لها انا عندي مشكله معينه لو هي سالتك، ولا برضو بتفضل في الصندوق بتاعك؟ لا، ده هي مع مرور الوقت هي انت بتتيقني وبتعرفي ان هو ده لازم يكون الصح. هي في الاخر تراكمات وخبره. ممكن في الاول احنا ما قعدناش مع بعض زي ما استاذ محمد كان بيقول ان هنحصل تفاوض على كام وهخرج امتى وبتاع. لا، هي في الاخر خلاص مع العشره هي بتبقى عارفه احمد اقول له، احمد ما اقولوش، امتى اقول له، امتى ما اقولوش. والله بس امتى انا خلاص أحمد، والثقه بقى خلاص اتبنت 100% بالظبط. مش محتاجه ان انت تقولي يا ترى ويا هل ترى، انا هي خرجت، طب فين، طب لا خالص. محمد، باعتبار ان انت حديث الجواز انت اديت مساحه، بس هل ينفع ان المساحه دي تكون متراقبه؟ يعني انا هسمح لك زي ما قلت قبل كده، انا هسمح لك انك انت تخرجي، بس لازم تقولي لي فين وراحه فين ومش عارفه ايه. تبص مثلا في الموبايل بتاعها، تتابع الاكونتات بتاعتها، ايه الموضوع ده عندك؟ لا، هو طبعا يعني المساحه المتراقبه دي انا ضدها 100% بصراحه. ما هو انت لو في ثقه وهتدي مساحه يبقى تدي المساحه كليا، لكن انت كده بتضحك على نفسك ان انت مدي مساحه بس انت مش مدي مساحه. يعني انت مثلا، وبرضه بيختلف من شخص لشخص، هي مراتي هي اللي هتحدد اذا كانت المساحه دي حقيقيه ولا فيك. بمعنى ايه؟ مثلا انا بقول لها انت خارجه مع مين، عرفت خارجه مع مين خلاص. ممكن على فكره يعني زي استاذه اميره لما اتصلت بتقول زوجها بيرجع بيقول لها ايه، انا كنت بتكلمي مين؟ كنت بتكلم مامتي. انا بالنسبه لي اخري كنت بتكلمي مين خلصت. هي تقول لك كنت بتقولوا ايه؟ لا، انا ممكن مثلا يعني مراتي يعني تدخل الناس اللي حواليها في الموضوع ده. يعني انا شايفه ان احيانا مثلا الزوجه تبقى مستمتعه بجزء من الحريه، بس في تدخل اطراف تانية، لا ده انت جوزك عمل كذا، ده بيمثل ايه بالنسبه لك انت؟ ده انا بالنسبه لي بيمثل خراب البيت. ما هو انت ما تحكي للناس اللي حواليك وانا احكي للناس اللي حواليا، هي الناس خلاص قعدت معانا. ولو انت ربنا رزقك بعقلك كويس، الزن امر بالسحر. مزبوط. وعلى فكره مش يعني مش لازم ان يكون بينصحك ده يكون حبيب لك الخير. بالظبط، صح. طيب نستقبل تليفون استاذه رانيا. الو، السلام عليكم. اهلا يا رانيا. ازيك يا اميمه، اخبارك ايه؟ الله يخليكي، الحمد لله. بصي يا اميمه، هو انا عايزه اتكلم في نقطه مش الثقه. هي انا متجوزه ليا 10 سنين، تمام؟ ما شاء الله. هي الثقه موجوده وكل حاجه، انما المقارنه بين ان هو بيشتغل بره وانا قاعده في البيت طول الوقت، هو شايفني ان انا لا، ما ينفعش ابقى مضغوطه، انا قاعده في البيت فالدنيا تمام معايا، مادياتي بتوصل لي، كل حاجه بتوصل لي، فما ينفعش اشكي ان انا مضغوطه من ولاد ومن التعليم بتاعهم، فاهمه؟ وانا شايفه العكس، ان هو بالعكس، ان هو الاحسن، هو اللي بيطلع، هو اللي بيقابل ناس، هو اللي بيتكلم، هو في مجال يضحك يهزر ياكل بره براحته، انت فاهمه؟ انا بس عايزه اتكلم في نقطه المقارنه بين دي وبين دي. مظبوط. هو شايفني ان انا تمام كده، لا ده انا ايه، مش ناقصني حاجه. مظبوط يا رانيا، يعني انا فهمت كلامك. هو الحته دي هنسميها سوء الفهم ما بين الزوجين في النقطه دي. ميرسي قوي يا رانيا على اتصالك، واستاذ احمد هيرد علينا في النقطه دي. استاذ احمد، الزوجه بيبقى لها متطلبات وبيبقى لها احتياجات وبيبقى ليها وقت هي مضغوطة فيه في وجود البيت والأولاد والمشاكل، والزوج كمان لما بيبقى عنده شغل ويقعد، احنا عشان ظروف المجتمع دلوقتي والصعوبة اللي بنعانيها لكسب الرزق وكده مخلية الزوج تقريبا أكتر من 18 ساعة أحيانا بره البيت. إزاي نوصل لنقطة إن الاتنين يتلاقوا مع بعض في نقطة، هي تبقى مقتنعة باللي هو بيعمله وعارفة تتفاهم معاه، وهو كذلك مقدر لوجودها في البيت؟ هو أولا كل طرف لازم يعرف دوره اللي بيأديه إيه.
لو هي بتشتغل من البدايه ومتفقين على دوت خلاص هي هتشتغل وهيبقى هو مش حته الشغل، هو احنا بنتكلم ان هي يعني موجوده في البيت. انا بتكلم عن ان هي الزوجه شايفه جوزها ان هو طول اليوم بره وانا مطحونه. ما هي عشان كده لازم تعرف هو ايه الدور اللي بيأديه ودورها هي في بيتها عامل ازاي، وفي نفس الوقت الزوج هيرجع البيت لازم يبقى عارف من ذكاء برضو، لازم يدي الكواليتي بقى تايم لزوجته، هيسمع لها، هيخرجها. انا في احيانا هو الكواليتي تايم ده اللي احنا دايما بننادي في احيانا مثلا ممكن اقول لزوجتي اخرجي انت مع اصحابك، وخاصه لما كانوا الاطفال صغيرين، وانا اللي هشيل بالظبط مشاركه تقدير بالظبط. وهنا ده بيرجع لنا لحته ان الجواز عباره عن تضحيه وتنازل وعطاء. ارجع لك يا محمد، ربنا طبعا يسعدك في حياتك ان شاء الله. انت حديث الجواز كلمه تقولها للشباب اللي هم لسه متجوزين جديد، عشان احنا زي ما اتفقنا ان اول 7 سنين هو اللي بيبقى فيهم كم مشاكل كبير، فمن خلال تجربتك في خلال السنه ونص اللي انت متجوز فيها دي تقدر تنصح الشباب بايه؟ بصي، هو انا في السنه ونص اللي انا اتجوزتهم دول اكيد حصل مشاكل كتير مع مراتي، بس انا اهم حاجه ودي انا الحمد لله طلعت من بيتي ان انا اتربيت عليها، ان انت اخر حاجه تفكر فيها هي الطلاق، او اخر حاجه تفكر فيها ان ده لو لا قدر الله المشاكل زادت. مهما حصلت مشاكل حاول تحلها. انا قلت لحضرتك في حاجه اسمها تفاوض وفي حاجه اسمها تكيف، لازم تتكيف مع بيتك. لو في حاجه مش عاجباك لازم تصلحها، لازم يبقى في لغه حوار، لازم يبقى في الاول وفي الاخر مراتك دي هي اللي هتكمل معاك، فلازم ان انت ما تستسلمش بسهوله، ما تحسش ان انت بقى اول سنه لقيت ايه ده مش هي دي اللي انا كنت فاكرها قبل الخطوبه طب شكرا. لا، لازم تتكيف. يبقى في نوع من انواع التنازل والحوار ما بين الناس. استاذ احمد، كلمه اخيره، باعتبار ان اللي بيعدي عليهم فتره طويله متجوزين بيبقى احتياجاتهم مختلفه عن الشباب، بيبقى محتاجين للسكينه والموده والرحمه ما بينهم. من خلال تجربه حضرتك، ايه النصيحه اللي تقدر تديها لاي زوجين بحيث ان هم يوصلوا في النهايه زي ما محمد قال للغه حوار متفق عليها وحياه سعيده ما بين الاثنين؟ الثقه والاحترام المتبادل. ما ينفعش انا هقول شعارات وهي مش ما عندهاش نفس الكونسبت ده. احنا الاثنين لازم نكون على ايه، زي الراديو كده، موجه واحده، عشان تفهم انا بالنظره انا عايز اقول ايه وهي نفس القصه، وتتقبل الوضع اللي احنا فيه. طبعا الجيل الحالي للاسف، علشان لما بداوا يعرفوا بعض عن طريق مثلا وسائل التواصل الجديده، خلقت نوع من انواع المشاكل جامد. يعني وقت ما بيتقابلوا بقى وينزلوا على ارض الواقع بيحصل صدام. الحمد لله احنا ما كناش الحمد لله. عزيزتي كل زوجه، اتمنى يا رب ان الحلقه النهارده تكون فادتك، بس انا ليا نصايح بحكم برضو ان انا واحده متجوزه بقالي فتره طويله. حاولي توصلي لنقطه من الحوار مع جوزك، حاولي تعرفي، ده ملخص الحلقه، حاولي تعرفي ايه اللي هو بيحبه وايه اللي بيرفضه، وامتى تتكلمي وامتى تسكتي، وخليه عندك نوع من انواع الذكاء لفتح حوار ما يقلبش في النهايه الخناقه. والحاجه الاخيره اللي انا باكد عليها قوي قوي قوي، وجود المساحه الشخصيه بتاعتك انت بتعني ان انت ممكن تخلقي لنفسك فرص توجدي بيها حاجات انت بتحبيها وتحبي تعمليها في فتره انشغال الزوج. انت لو كانت ليكي حاجات خاصه بيكي انت وهو كان ليه حاجات خاصه بيها، ثقي ان انتوا لما هتتقابلوا مع بعض بالليل او هتتقابلوا مع بعض في الاجازه هيبقى في نوع من انواع الاشتياق وفي نوع من انواع الاحاديث الجديده. اتمنى ان شاء الله ان الحلقه تكون عجبتكم باذن الله، وحق الرد مكفول لكل زوجة. هستنى تعليقاتكم على الصفحة بتاعت البرنامج بإذن الله، وأتمنى إن شاء الله إن أنتوا جميعا تعيشوا حياة سعيدة. شرفتوني النهاردة، وأتمنى إن شاء الله إن أنا أقابلكم تاني كتير بإذن الله. الله يخليك، وإن شاء الله نتقابل في حلقة جديدة من حلقات أيامنا الحلوة. والسلام عليكم.